شباب متسامح اتفاقية كتنفذ المؤسسة الإسبانية سيديال بشراكة مع لايسيد، شراكة اشتغلنا فيها الأزيد من 4 سنوات في مدن طنجة في حي الحافل المدينة وبرشيفة في مدينة سيتوان وفي لاكوميون مديق في نداق في مدينة الدار البيضاء في حي سيدي مومن. اشتغلنا بواحد المقاربة شاملة كنشتغلوا فيها على 4 أهداف أساسية. الهدف الأول هو توعية وتحسيس الشباب بقيم التسامح، قيم احترام الغير رغم الاختلافات، محاربة العنف والتطرف العنيف لدى الشباب، وأيضا الاندماج المجتمعي اتخافير دي زينيساتيف كوميونوتير، مبادرات وطنية. الهدف الثاني اللي اشتغلنا عليه وهو الادماج المهني اتخافير دي فورماسيون بروفيسيونيل، تكوينات مهنية، ومن بعد الادماج في سوق العمل. الهدف الثالث اللي اشتغلنا عليه وهو تقوية وتحسين قدرات المجتمع المدني في كل ما يخص محاربة التطرف العنيف لدى الشباب. والهدف الرابع اللي اشتغلنا عليه وهو البحث التطبيقي اللي استخرجنا منه دي زوتي براتيك بور كونتري ليكستريميزم فيولون. دونك نجتمعوا في هذا اليوم اللي ان فيت بور ليشانج دي زيكسبيريونس دي كونيسونس في كل ما يخص التطرف العنيف ومحاربة التطرف العنيف سورتو لدى الشباب. حنا اليوم كنحتفلوا بنهاية مشروع شباب متسامح. شباب متسامح واحد المشروع اللي استمر على مدى 4 سنوات في كل مناطق ديال الدار البيضاء، طنجة، تطوان، مضيق، فنادق. بالأساس كيهدف إلى نشر قيم التسامح بين الشباب، وفي نفس الوقت اليوم كنحتفلوا بواحد المؤتمر ختامي الأول لمحاربة التطرف العنيف. هذا المؤتمر هذا اللي بالأساس هو واحد ليسباس للتبادل الخبرات ما بين الخبراء في هذا المجال ديال التطرف العنيف، باش نخرجوا بمجموعه ديال التوصيات اللي ضروريه باش يكون عندنا واحد الختام لمشروع شباب متسامح.